ازيكم يا صحابي؟ يلا نلعب، يلا نتعلم. النهاردة احنا هنشوف مع بعض مغامرات الضابط كيكي في اسم البوليس. التليفون بيرن وادي اول بلاغ جاله النهاردة. الهيبو ده زعلان علشان ضيع حاجة مهمة من حاجاته. كيكي قال له ما تقلقش انا جاي لك على طول. ثواني وهكون عندك. راح كيكي بسرعة عشان يجهز ويتوجه لمكان الحادث. يلا نساعد كيكي عشان يلبس اللبس بتاعه. ادي طقم البوليس، كاب البوليس، وانت البوليس، كل ادواته. كده كيكي جاهز، يلا بينا. وصل كيكي بسرعة عند الهيبو. سأله ايه المشكلة؟ قال له انا ضيعت اسورة غالية مهمة قوي بالنسبة لي، مش لاقيها خالص في اي مكان. كيكي قال له طيب دورت كويس جوه البيت؟ قال له لا بصراحة لسه ما دورتش. قال له خلاص تمام، يلا بينا نروح ندور سوا. دخل كيكي عند هيبو البيت، لقى خزنة ودولاب وشنطة وعلبة. تفتكروا يا اصحابي يدور فين على الاسورة؟ هندور هنا في الخزنة. خزنة عليها قفل، يلا نحاول نرتب شكل الفراشة صح علشان القفل يتفتح. هنلف القرص ده، نلف كده، خلي تلات أسهم الحمرة دي فوق بعض بالظبط. أيوة كده، يلا آخر حلقة. شاطرين يا صحابي، كده القفل هيتفتح. يلا نشوف في ايه جوه الخزنة. واو الاسورة اهي، دي كانت هنا متشالة في الخزنة. شاطر يا كيكي، اديك لقيت الاسورة للهيبو. شوف الهيبو فرحان ازاي. طبعا شكر كيكي جدا على المساعدة. يلا نشوف مع بعض ايه اللي حصل. الهيبو طلع المجوهرات من الخزنة، الباب خبط، راح يشوف مين على الباب. المجوهرات ضاعت ومبقاش عارف هي فين. هنا كيكي بيسألنا ينفع نسيب الحاجة الغالية المهمة كده مرمية على جنب من غير ما نحطها في مكان آمن؟ طبعا ما ينفعش، كده هما طبعا ممكن يضيعوا. شاطرين يا أصحابي، يلا نرجع اسم البوليس ونستنى البلاغ الجاي. بندا البنوتة الصغننة دي بتشتكي، اتصلت باسم البوليس علشان تبلغ. ضيعت المفاتيح بتاعتها في محل الحلويات. وضابط كيكي قال لها ثواني وهكون عندك وهحل المشكلة دي. يلا بسرعة نساعده، يستعد ويجهز. ادي طقم البوليس، طاقية البوليس، كلابشات، وكل الأدوات. يلا يا كيكي انت كده جاهز. وصل كيكي عند الباندا، قالت له انا كنت هنا في محل الحلويات بشتري شوية حلويات، والمصاصة بتاعتي كانت في صندوق من الثلاث صناديق، لكن انا ضيعت المفتاح اللي بيفتح الصناديق ومش عارفة اوصل للمصاصة بتاعتي. قال لها ما تقلقيش انا هساعدك، ان شاء الله هنلاقيهم سوا. دخل كيكي محل الحلويات، هنلعب معاه لعبة صغننة كده عشان نلاقي المفتاح. هنا مطلوب مننا نجمع المفاتيح لما يكونوا حوالين بعض في خط واحد بالورب او حتى افقيا او رأسيا. ممكن كمان نجمع الفاكهة، بس احنا محتاجين نجمع المفاتيح. عندنا ثلاث صناديق محتاجين نفتحهم بالمفاتيح بتاعتهم. المفاتيح دي هي اللي بتفتح الصناديق اللي جواها الحلويات. يلا نجمع مفاتيح، نضغط كده بالطول. هاي يا اصحابي، كده احنا فتحنا الثلاث صناديق. جوه واحد فيهم اللولي بوب المصاصه بتاعت الباندا. دول الثلاث صناديق، يلا نفتحهم وندور جواهم على مصاصة باندا. دول كاندي في جار، ودي شوكولاتة اهي، هي دي اللولي بوب اخيرا لقيناها.
باندا البنوتة دي فرحانة جدا انها اخيرا لقت اللولي بوب بتاعتها، بتشكر كيكي جدا جدا. هنا بقى كيكي يا اصحاب بيسألنا، لما نستخدم المفتاح نفتح بيه صندوق وبعدين نرجعه في مكانه، ده كان تصرف صح ولا تصرف غلط؟ ده اكيد تصرف صح علشان ما نضيعهوش. برافو، هايل يا اصحابي. لما نستخدم حاجه لازم نرجعها مكانها عشان ما تتوهش مننا. رجعت كيكي تاني للاسم، والمره دي جاله بلاغ جديد. تعالوا نشوف الحكايه. السنجاب ده اتصل عشان يبلغ عن زحمة جامد في التقاطع بتاع الشوارع، وقال لكيكي تعال حاول تحل الموضوع. هيروح كيكي على طول ويحاول يحل أزمة المرور. يلا نساعده يجهز ويستعد. هيلبس لبس ضابط المرور، وكمان طاقيته وصفارته وكل الأدوات. كده كيكي جاهز، يلا بينا. وصل كيكي المكان اللي فيه سنجوب، ولقى الدنيا فعلا زحمة خالص، والعربيات كلها جاية من كل مكان وواقفين ومعطلين بعض. شايفين الزحمة عاملة ازاي؟ وكله عمال يزعق ويكلكس وحاجة صعبة خالص. كيكي بقى هتحل كل المشكلة دي دلوقتي حالا. يلا بينا يا أصحابي، هنساعد كيكي يحل أزمة المرور ويوجه كل عربية في اتجاه الصحيح اللي هي رايحاله. كل عربية ليها لون، وفي آخر كل طريق يافطة بنفس اللون. هنوصل كل عربية للطريق الصح بتاعها. أول عربية دي كانت لونها بيربل، عربية دي لونها ريد. فين العلامة بتاعة الطريق الريد؟ ايوه هنا صح، برافو شاطرين. دي العربية البلو، فين العلامة اللي على اول الشارع البلو؟ برافو هايلين. طيب والعربية الحمراء دي فين الشارع بتاعها؟ هايل يا صحاب. والعربية الصفراء فين الشارع اللي اوله علامة صفراء؟ هايل. شوفوا العربيتين ماشيين ورا بعض، الاتنين لونهم يلو. فضل عربية لونها بلو وعربية كمان لونها ريد. يلا نوصل كل واحدة فيهم للشارع اللي أوله العلامة بتاعتها، اللي أوله الإشارة اللي بنفس اللون. هايل يا صحابي، انتوا شاطرين جدا. خلصوا العربيات؟ ايه ده؟ لسه ما خلصوش، لسه في عربيات تانية كتير كانوا واقفين وراها. يلا نبدأ نوجه كل عربية للشارع بتاعها. بيربل، بنفسجي. العربية دي لونها ايه؟ دي لونها ازرق. بلو، فين الشارع اللي عليه العلامة البلو؟ هنا بالظبط. دي كمان عربية لونها ازرق، هتروح لنفس الطريق. ودي العربية البنفسجي، هتنزل للشارع اللي تحت. العربيات الصفراء مفروض تتوجه لأول شارع فوق. ادي واحدة، دي التانية، لسه فاضل واحدة تحت. يلا نحاول نوصلها. ايوة اول شارع فوق، شاطرين يا صحابي. والعربية اللي لونها احمر هتروح لتاني طريق، هو ده اللي على اوله اليافطة اللي لونها احمر. هايل يا صحابي، ايه ده لسه مخلصناش، لسه في عربيات تانية كتير كانت واقفة في الزحمة. عربية لونها احمر تمشي في الطريق التاني، العربية اللي لونها اصفر هتمشي في الطريق التالت، والبربل ينزل لاخر طريق. شاطرين يا صحابي. هنا فاضل عربية حمراء وتلات عربيات لونهم ازرق، هيطلعوا لاول طريق. ادي عربية التانية والتالتة، تمام كده انتوا شاطرين جدا. هايل يا صحابي، هايل يا كيكي، انت كده حليت مشكلة المرور.
شوفوا يا صحابي، كل العربيات راحت في كل الأماكن اللي كانت رايحاها. سانجوب مبسوط جدا وبيشكر الضابط كيكي لأنه حل المشكلة وحل الزحمة. هنا كيكي بيسألنا، هل ينفع نقف في أي وقت زي ما نحب كده في نص الطريق؟ الإجابة طبعا لا، ما ينفعش، لأنك كده ممكن تتسبب في زحمة في الطريق. خلصت مغامرتنا النهاردة يا صحابي مع كيكي في اسم البوليس. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وسبسكرايب وبعتوا الفيديو لأصحابكم، واستنونا في حلقات تانية كتير نلعب مع كيكي ونشوف بيعمل ايه في الاسم. سلام.